يا اسطى خليني ابعت لي الصور يا اسطى، هتبعت لك الصور يلا. بقول لك هو مش شايفني في حالي ولا هنا ولا هنا. يا عم خليني ابعت لي الصور وبعدين نبقى نتكلم. عندي لما رحت قعدت جنبه في الاكسبريس بيقول لي اكرم في الماتش شغال، لقيته عمال ينزل هي ما شاء الله. ايوه ايه انت عملتها بجد؟ والله عملتها في الماتش وعليت صوت وعليت عمري يا بمس وضحكنا يلا احنا الثلاثة ورا انا وياسر وحمد عاملين نضحك ورا. بس خلاص هم حرروا القلعة خلاص. حرروا مين؟ ايه واحنا حررنا على العاشرة يلا. الله الوكيل ملك حال يا اكرم. مين دي يا ولاد؟ عبد الرحمن. في عبد الرحمن خبر ايه يا عبد الرحمن؟ يا اخوان انا مش صعيدي، انا شرقاوي. انا مش شرقاوي. انا شرقاوي. ايه يا جدع؟ ايه ازور بس بطل. انا مش هفضل كده كتير. 80 حلقه كتير يا عم خلاص بقى. خربت وشك. بقول لك يا حسين يا كابتن قيام الليل الفارق. ها افتح الدروب يا عم، افتح ايه دلوقتي؟ استنى بس عشان الموبايل بتاعي. افتح انا بعتبر ازاي بتقول لي دم مش عايزين نقولها. والله حسين عايز اقول لك على حاجه، الواد اللي باقي الشمال كان عايز يتارجز عليه. عايزني الواد اداني بالكوع حسين في كنت اديته كوبري كده زي لا اسمع انت شفت عملت ايه؟ شفت المدافع اللي وراه جاي قمت مطيره على الدكه بتاعتها. كان نفس الواد ده، الواد اللي خبطني جوه كان هو يا نهار ابيض والمصحف كنت خدت في احمد يعني كانت خبطه غبيه. يا لك من شمخير. قول لي ياض يا عصام الفرق بين الراجل والمره غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. كيف تريد؟